أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. أبنائي، درسنا اليوم من الوحدة الثالثة، يومياتي. بماذا فكرت العصفورة الصغيرة؟ الكفاية 2-2، صفحة رقم 187. أولا يا أحبابي، مع التمهيد أتأمل الصورة السابقة وأختار اسم حيوان فيها وأذكر ما يتميز به. أتأمل الصورة السابقة وأختار اسم حيوان فيها وأذكر ما يتميز به. طبعا يا أحباب، لو نظرنا إلى هذه الصورة سنجد فيها عصفور وفيل وغزال وقرد وزرافة. عصفور وغزال وقرد وفيل وزرافة، كل من هذه الحيوانات يا أحباب يتميز بميزات متعددة. أولا، العصفورة حجمها صغير، تستطيع التحليق بمهارة أي الطيران في كل مكان يا أحباب، وكما أن نظرها قوي. أيضا القرد يستطيع تسلق الأشجار، له ذيل طويل. والفيل وزنه كبير وحجمه ضخم وله خرطوم طويل، فيستطيع يا أحبابي أن يحمل بخرطومه أشياء كثيرة. الآن أيضا يا أبطال، الغزال يستطيع الركض، يعني الجري بطريقة سريعة، ويقفز قفزات عالية من مكان إلى مكان. الزرافة رقبتها طويلة وتستطيع أن تصل إلى الأماكن العالية، كما أنها تتميز بشيء جميل أيضا يا أحباب، وهو لونها الرائع. أبنائي، الآن ننتقل إلى الدرس. نقرأ قراءة جهرية صحيحة بالتوالي في مجموعات تعاونية. كان الغزال الصغير يقفز بسرور في الغابة ولم يرى الحفرة التي غطاها الصياد بأوراق الأشجار والحشائش، فنبهته العصفورة الصغيرة من فوق الشجرة، لكن الغزال تعثر وسقط في حفرة الصياد قبل أن يسمع تحذير العصفور. نعيد القراءة مرة أخرى يا أحباب. كان الغزال الصغير يقفز بسرور في الغابة ولم يرى الحفرة التي غطاها الصياد بأوراق الأشجار والحشائش، فنبهته العصفورة الصغيرة من فوق الشجرة، لكن الغزال تعثر وسقط في حفرة الصياد قبل أن يسمع تحذير العصفور. ننتقل الآن إلى جزء آخر. طارت العصفورة وأخبرت القرد. قفز القرد عن الأشجار بسرعة لمساعدة الغزال، مد ذيله في داخل الحفرة وقال: تعلق بذيلي يا غزال. حاول الغزال لكنه لم يستطع الإمساك بذيله. نعيد مرة أخرى يا أحباب. طارت العصفورة وأخبرت القرد. قفز القرد عن الأشجار بسرعة لمساعدة الغزال، مد ذيله في داخل الحفرة وقال: تعلق بذيلي يا غزال. حاول الغزال لكنه لم يستطع الإمساك بذيله. مرت الزرافة طويلة الرقبة فسمعت صراخ الغزال، مدت رقبتها إلى الحفرة وقالت: تعلق برقبتي يا غزال. حاول الغزال لكنه لم يستطع الإمساك بالرقبة الطويلة. نادت العصفورة
نادت العصفورة الصغيرة الفيل ليساعدهم، مد الفيل خرطومه وقال: تعلق بخرطومي الطويل يا غزال. حاول الغزال لكنه لم يستطع التعلق بخرطوم الفيل. جلست الحيوانات قرب الحفرة حزينة تفكر ماذا نفعل. قالت العصفورة الصغيرة: عندي فكرة. سألتها الحيوانات بفرح: ما فكرتك؟ قولي بسرعة يا عصفورة. الآن يا أبطال، مع مجموعة من الأسئلة حول الدرس. السؤال الأول: ماذا كان يفعل الغزال؟ ماذا كان يفعل الغزال؟ أسمع أحد الأبطال يقول: كان يقفز بسرور في الغابة. كان يقفز بسرور في الغابة. السؤال التالي: على ما نبهته العصفورة؟ نبهته لوجود حفرة مغطاة بأوراق الأشجار والحشائش. نبهته لوجود حفرة مغطاة بأوراق الأشجار والحشائش. سؤال آخر يا أبطال: لماذا لم يستجب لتنبيه العصفورة له؟ ها الغزال، لماذا لم يستجب لتنبيه العصفورة؟ لأنه كان مشغولا بالقفز بسرعة ولم يرى الحفرة. ماذا حدث للغزال؟ هيا نفكر جميعا ونتذكر. أجل، سقط في حفرة الصياد. سقط في حفرة الصياد. الآن يا أبطال ننتقل إلى سؤال آخر: لمن لجأت العصفورة لتنقذ الغزالة؟ أين ذهبت العصفورة ولمن طلبت المساعدة لكي تنقذ الغزال؟ لجأت العصفورة لحيوانات الغابة: القرد والزرافة والفيل. القرد والزرافة والفيل. الآن يا أبطال أصل الكلمة بما يعرف به كل حيوان مما يلي. الآن قلنا أن كل حيوان من حيوانات الغابة يميزه شيء معين. أول حيوان معنا القرد. بما يتميز القرد؟ هل بالخرطوم الطويل أو الرقبة الطويلة أو الذيل الطويل أو الجناح القوي؟ طبعا الذيل الطويل. الذيل الطويل. الآن الفيل، بما يتميز؟ هل يتميز بالخرطوم الطويل أم بالرقبة الطويلة أم بالجناح القوي؟ طبعا بالخرطوم الطويل والقوي. الآن الزرافة تتميز بالرقبة الطويلة أم الجناح؟ طبعا أسمع أحد الأسود يقول: تتميز يا أستاذ بالرقبة الطويلة. الآن يا أبطال ننتقل إلى مجموعة أخرى من الأسئلة. الممارسة: أذكر الفكرة التي توصلت إليها العصفورة الصغيرة. ترى ماذا قالت أو بما فيما فكرت يا أحباب؟ طبعا فكرت أن يمدوا حبلا يمسكه الغزال ويسحبونه جميعا. شاهدناه في أول الصورة عندما كان القرد يتعلق في الشجرة، كان يتعلق بأحد الحبال. لأن يا أبطال لماذا اخترنا هذه الفكرة؟ لماذا اخترت هذه الفكرة يا أسد الأسود؟ طبعا يا أبطال لأن الحبل طويل سيصل للغزال وبتعاونهم جميعا تنجح المحاولة. يقومون بمد الحبل إلى الغزال
ثم يسحبونه جميعا يستطيعون إنقاذ الغزال. الآن ما الصفة المناسبة لعمل الحيوانات؟ ها، صفة حب التعاون، حب المساعدة. طبعا يا أحباب، علينا جميعا أن نتعاون فيما يفيد، وأن نساعد بعضنا بعضا فيما يفيد. والحب يا أحبابي، حب التعاون، علمنا إياه الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أبنائي الأعزاء، إلى هنا ينتهي درسنا اليوم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.